بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الافاضل، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معي في هذا الفيديو كيف يتعامل هذا العقيق الذي تم تكسيره، يعني نقول بالدارجة العقيق المهرس. لعمل هذا العقيق يجب القيام بهذه الطريقة، تابعوني على الفيديو لتروا كيفية لصق هذا العقيق. إذا المشاهدين الأفاضل، هذا هو العقيق الذي لدينا. إذا هذه هي الضربة الأولى في عمل هذا النوع من العقيق. سأخذ ثلاث حبات، كيف هي الطريقة لصق هذه العقيق؟ يجب لصقهم بطريقة مائلة. وإلى هنا مشاهدين الأفاضل، أكملت عمل تنبات العقيق المهرس. إذن هذا هو الطريقة إذن العقيق بانتظام. والآن نقوم بلصق العقيق في التركيز. للصق العقيق في التركيز يجب أن آخذ هذه الحلقة معها هذه الأخرى، يتم عملهم بهذه إذن هذه الحلقة التي تسمى بالميتي، أضعها في الأسفل هكذا. ثم أخذ هذه الأخرى وأضعها بهذه الطريقة. إذا أقوم بجذب الكتان جيدا. إذا هذا هو التركيز الذي لدينا، وأقوم بعمل بنفس الطريقة التي قمت بها في الجيب.
you.